السلام عليكم، الاسم دريس حبيبي من مدينة فاس، خلق وتلعبي، السن 33 سنة، تاجر. شنو نقول لك، الموضوع اللي طرقتي له هو ديال الصيام. الناس اللي كتنرفز كتعصب كيكون عندها واحد الاضطراب النفسية ديالها، على حسب كيكون هذا من بلاك كيكون كيكمي. كنصحهم انهم الصوم راه ماشي متعلق بالكماية ولا بالماكلة، ولا كنقولوا مثلا الامساك عن شهوتي البطن او الفرج. الصيام راه كيتعلق بزاف المسائل، انك ما تهضرش بزاف، انك واخا تعرض للاهانه واخا تعرض كما كنقولوا القطع، تذكر الله سبحانه وتعالى ودير قدام عينيك لانك صايم ليه، لوجه الله، ماشي انك صايم باش حقا ندير انا سبا انني عارف بان الفكره كتوسوس من المغاربه في دماغهم، انه دينا الفكره شعبيه، ان بنادم ديما مقطوع ما تهضرش مع داك كيكمي مقطوع، هو اصلا هاد الفكره هذيك كتدخلو لدماغه، كيبقى هو بحال اللي هو راه مطبع بها. الناس كيشوفوا تيقولوا هذاك راه مقطع راه كذا، هو اصلا ملي كيشوف هكا كيقول انا مقطع كيزيدي مزيري. لا مزيان اخويا، ظاهره راه كيعيشها جميع المجتمعات، وهي ديك الشد العصبي ديال الانسان هو ضروري. اي واحد راه صحنا منا كلشي كيسكي ديك الكمايه، راك عارف شنو هو الدور المخدرات، وراه هكا هو ردود الافعال. البنادم كيستعمل المخدرات وكيكثر من هذا الشيء، يعني ديك التشنج العصبي وديك هذوك هما اللي كيخلي ديك ردود الافعال. وما كتلقاش بحال دابا الانسان طبيعي، ما كتلقاش ما يمكنش يدير شي رده فعل ولا يدير شي حاجه اللي يوصل انه يضرب يده ولا يضرب شي واحد، ولا كيكون كيتعصب. راه كلشي كيتعصب، لا اللي كيكمي ولا اللي ما كيكميش، كلشي كيتعصب. ولكن كل واحد وعلى حسب كيفاش العقليه ديالو وطريقه التفكير. كاين اللي ماجي انه كيصرف داك الشيء بالعنف ولا هكا في المجتمع، كاين اللي الطريقه كيتعصب كيرد القلب عاديه كتسوز ديك اللحظه ساعات غضب كلها وفايسه. اه فهمتي. اما بالنسبه لهذا المفهوم ديال الترمضينه، انا ما عندوش شي معنى اللي حقيقي مثلا اللي متداول ما بين السكان مثلا بحال هكا، فهمتي. الترمضينه غير اختراع اللي فهمتي، اللي ماشي مفهوم اللي ناخذوه مثلا بواحد الجديه ولا نخدموا به ولا فهمتي. انا بالنسبه لي ترمضينا اصلا ماشي مفهوم. كاين مثلا شي مشاكل اللي تعيشها بعض الاشخاص وكذا الحياه اليوميه، راك عارف. بالنسبه لي انا راه ما عنديش، انا الحياه ديالي مثلا صافي تيجي هذيك 30 جور ديال رمضان تندوزها عادي. علاش عادي؟ لان 30 جور ماشي، لا انا صراحه ما كنصومش عادي، كنصوم يعني شهر عادي، سواء كملتو سواء ما كملتوش كنصوم عادي، ما كنصرمضنش، كنفيق نورمال. وكنبغي نقول للناس اللي كيصرمضنوا بان راه ما دايزلهمش اولا الصيام، ثانيا ما يعني كنشوفها لا علاقه الظاهر ديال الترمضين لا علاقه بالنسبه للشباب او حتى الناس الكبار. المشكل بالاخص الناس اللي كيسكنوا في احياء شعبيه بحالنا، ما نقدروش نشوفوا شي نهار يدوز يعني بلا مشاكل او لا بلا صداع. ديما كنشوفوا الشباب كيدابزوا مع بعضياتهم، شنو هي السبب زعما ديال الترمضين، يعني كنشوف زعما لا علاقه. والاهم من هذا الشيء رمضان، شهر رمضان المبارك خاصو يكون بالعكس، خاص نكونوا مهيئين له، نكونوا فرحانين به. الشهر كيجي مره واحده في العام، دونك ما خصناش نكونوا مصرمضنين او لا حنا ما حاملينوش، او بالعكس هو شهر زوين. وكنشوف انا بالنسبه ليا هو احسن شهر في 12 شهر كامل. بالنسبه للظاهره ديال الترمضينه اللي كنسميوها حنا بهذا المصطلح هذا، هو انا كتجيني مهم على حسب الناس اللي كيكونوا مثلا كيديروا واحد العاده مثلا الكارو ولا شي حاجه جات معاهم الى ترمضنا، كيكونوا كيديروا واحد الحاجه يوميا فبطبيعه الحال غتقطعها واحد النهار مثلا مداوم عليها ثلاث خطرات في النهار وتقطعها حتى رمضان. هادو راه يعني واحد الحاله بوحدها، ولكن بالنسبه للحاله الناس اللي عاديين يعني ديما نهار كلهم اليز الا نقصهم الماء والماكله ما عندهمش، فهمتي يعني ما عندهمش حق انهم يترمضنوا ولا شي حاجه. بالعكس اللي كيترمضن يمشي يصلي، اللي كيترمضن يمشي للجامع، اللي كيترمضن يبصرة الوالده ديالو يمشي يدير شي حاجه يقرا قران، راه خصنا نختموا القران في رمضان. دونك هادو واحد الحوايج الا دارهم الانسان يوميا طيلات واحد 30 يوم لواحد 30 يوم في شهر رمضان ما كنظنش غادي يتعصب. بعدا لو وقع له شي مشكل ولا شي حاجه راه انت ما تعصبيش في رمضان؟ لا انا تنتعصب، ولكن انا هكا الكاركتر ديالي اليومي يعني ديما معصبه، ماشي حتى رمضان عاد كنجيب ترمضينا، واش فهمتي؟ هذا هو الموقف ديالي. بالنسبه للناس اللي كيترمضنوا ويوسعوا خاطرهم، راه رمضان خص الانسان يصلي ويصوم ويتابع طريق الله. وانا من بعد اللعيبه ديال رمضان وديال الناس تترمضن وكذا ما متفقش معاها لحقاش، راه حيت اغلبيه الناس اللي قبل من المغرب تيبيعوا ويشريوا ولا تيلقاو شويه ديال الضياع في هذا الشيء هذا، اذا ما تيخدموش في خاطرهم، فهمتيني. وتنتمنى بنادم اللي تيدير هذا الشيء هذا يعفو عليه الله وما يبقاش يدير هذا الشيء هذا. وهذا الميساج هذا تنتمنى لاي واحد، اذا تنتمنى لهاد الناس هادو اللي تيخدموا على راسهم وكذا، والترمضان هذا راه ما صالحش
وتنقول للشباب بلي يبعدوا من هذا الشيء هذا ويحاولوا يبعدوا من الصداع والمشاكل. بالنسبه للبنادم اللي عم بلي ولا كذا هذيك اللي كتجي ترمضيني بزاف كيتغير بنادم كيبقاش في حتى تهضر معاه بحال اللي راه هو في عالم اخر ديالو كيكون دماغو الضباب كتبقى له في دماغو كيبقاش طبيعي بالنسبه لاي واحد يهضر معاه ولا يقول له شي حاجه في البلاصه ينفعل معاه خصوصا الا كان بلي ما كانش بلي الله لما انايا نقول لك اللي كان بلي هادشي اللي عارف هادشي اللي كاين. بالنسبه لك زعما كترمض كانت رمضان انا بعض المرات مع الوالده ولا شي حاجه كنا عشنا تسخرني بعض المرات سي العسل بالعقل وصافي. فهي ما عندها حتى شي ما عندها حتى شي معنى ان الانسان يطرمض في رمضان ولا يدير شي حركات خارجه على الاراده في رمضان، لان هذاك رمضان شهر الغفران وشهر ديني عندنا وحنا كمسلمين، شهر مقدس يعني خصنا نقدسوه، والانسان ياخذ اكثر حاجه انه يحترم رمضان وما يديرش فيه شي حوايج اللي تكون كتخلي ولا يقول ذاك الكلام القبيح ولا النابي ولا يتخاصم مع انسان اخر. فلهذا انا تنقول لاي واحد رمضان انه يحاول زعما كاين يحاول الوقت ديالو اللي غايديروا في الترمضان يديروا في شي حاجه واحده اخرى اللي تقد تفيدو هو اولا وتقربوا من الله سبحانه وتعالى، لان طيله السنه هو سي الترمضان وتيدير اي حاجه. جا رمضان خصو يحترم رمضان ويحترم ذاك الشهر المقدس عندنا، وهذه هي الكلمه ديالي. الموضوع ديال الترمضان هاد الظاهره ولينا كنشوفوها منتشره في هاد خصوصا في شهر رمضان اللي كيكون السبب ديالها هو انا كنعتقد هو الناس اللي كيتعاطوا المخدرات هما اللي كيكونوا اكثر عرضه لهاد الظاهره هذه، وانا ضد هاد الظاهره هذا وهاد التصرف، لانه هاد الشهر بالذات هو شهر الايمان وشهر كنكونوا خصنا نتعلقوا بالله سبحانه وتعالى ونكونوا نصليو فيه ونديروا كاع القيام مزيانه. يعني كان الرساله ديالي اللي نقدمها انه نحاول انني نتقربوا الله سبحانه وتعالى ونفيتوا هاد الظاهره هذه.